وللمزيد من المتابعة معنا على الهاتف دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. دكتور أهلا بحضرتك. يعني تابعنا كلمة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ممثلا عن مصر في جوهانسبرغ بقمة البريكس، وتحدث عن عدة نقاط. يعني كيف ترى هذه النقاط وكيف ترى دور مصر المحوري هذه المرة في قمة البريكس؟ مساء الخير لحضراتكم جميعا. هو طبعا النهاردة بفوز مصر من ضمن 6 دول في دخولها في اختيارها في قمة البريكس مع الأرجنتين والسعودية والإمارات وأثيوبيا وإيران، كان في غاية الأهمية أن يتحدث دولة رئيس الوزراء لوضع رؤية مصر أمام قادة العالم المتواجدين في جنوب أفريقيا. دولة رئيس الوزراء صرح في كلمته في عدد من النقاط أو القضايا العالمية التي تمس جميع المواطنين وبالأخص القارة الإفريقية. تحدثت مصر أكثر من مرة عن أزمة الغذاء، وطبعا أزمة الغذاء لا يخفى على حضراتكم إنها طبعا تصعبت كثيرا من بعد جائحة كورونا وسلاسل الإمداد ثم التضخم ثم الحرب الروسية الأوكرانية. تشابك هذه القضية في قضية أخرى دولة رئيس الوزراء وضع ليها محور أهم، إن لازم يكون تفعيل ميثاق الأمم المتحدة لإنهاء الصراعات والتفاوض والحلول السلمية يجب أن تكون هي الصفة الغالبة بعيد عن أصوات المدافع ويعني للأسف الحروب. الأمر الثالث هو كيفية الالتزام ب يعني قمة المناخ التي عقدت في شرم الشيخ وكانت موثقة من الأمم المتحدة ومن جميع دول العالم. وطبعا في الأمر الآخر آليات المالية والتي طبعا بتحمل أهمية قصوى بالنسبة لقمة البريكس، إزاي يكون في تعامل ما بين الدول وما بين بعضها بالعملات المحلية، أو أن يكون في وجود حلول للإسراع في التنفيذ بالتنازل عن جزء من القروض، أو أن يكون في استثمار بالقروض المالية لاستثمارها في الدول. الأمر الآخر تفعيل صندوق، أن يكون صندوق ده للدول التي تضررت، وهذا الحديث رسخ أكثر من مرة أمام الدول في العالم. دعنا يعني نقف قليلا عند هذه النقطة تحديدا، وهي تحالف الديون، ونقطة هامة تحدث عنها دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وهو مبادلة الديون بالمشروعات. أحيي حضرتك على السؤال، لأن هو تقريبا من القضايا الأساسية في قمة البريكس اللي هو بيتناقش منذ يومين، كيفية أن يكون في آلية تنفيذية يا إما بوجود عملة، وطبعا للأسف كان في لسه استفسارات كثيرة وأرجئ هذا الأمر. وإما الأمر الثاني أن يكون في تبادل بالعملات المحلية ما بين الدول وما بين بعضها. طبعا نعلم أن البريكس اللي هم ال5 دول دول يعتبروا نصف سكان القرى الأرضية، فسوق عالمي يعني ليس له أول ولا آخر، وينضم ليهم ال6 دول الآخرين باختيار 6 دول ذات طبيعة خاصة وذات اقتصاديات مميزة في معدلات نمو، فيجب أن يكونوا قادرين على مواجهة التحديات المالية، لأن هيكون في تغيير في عملة الدولار أو تفكير في تغيير بعملة الدولار للتنفيذ ما بينهم وبين بعضهم بالعملات المحلية. فيجب أن يكون في أطر، الأطر الحلول دي توضع إزاي؟ واحد، أن لازم يكون في الدول الكبرى سواء الصين أو الهند أو روسيا يكون في تفاوض بدخول استثمارات تزيد من القدرة مع القارة الإفريقية، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، نقل تكنولوجيا حديثة لاستفادة من الثروات الخاصة بالقارة الإفريقية لتعميق التعاون ما بين الدول وبين بعضها، لتكون الدول المتقدمة في البريكس كسبانة، مثل طريق الحرير اللي هو بتهدف ليه الصين دائما، مثل أن يكون في مناطق لوجستية من روسيا للقارة الإفريقية تمثلها مصر في هذا التنفيذ. لازم يكون في الهند كمان بتتضامن بنقل التكنولوجيا الحديثة، لنعلم جيدا الهند بالأمس وأول أمس أطلقت أهم قمر صناعي في العالم كله، وده كان أول مرة للوصول إلى القطب الجنوبي في القمر، فيبتدي يعني في تكنولوجيا حديثة، فيمكن أن يتعاون الدول في هذا الأمر. هذه الأمور يا فندم يجب أن تكون محل دراسة، يعني مش الوضع فقط ماليا ولكن استثماريا، وده لحياة الشعوب، وهذا ما بيفكروا فيه دايما في قمة البريكس. تفضل. نعم، أيضا تحدث يعني دكتور مصطفى مدبولي عن التحول العادل إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، والتأكيد أيضا على مخرجات مؤتمر كوب 27 وتنفيذ أهم النتائج.
هذا في غاية الأمر، في غاية الأهمية في هذا الأمر طبعا، لأن ده إنفاذا للقانون الدولي والعالمي. قب 27 أقرت بعض من البنود في التحول العادل للطاقة، كيفية استخدامها الاستغلال الأمثل. علشان كده مصر دائما هي صوت ضمير العالم في هذا الأمر. ما تحملته مصر خلال قمة شرم الشيخ في خلال الفترة الماضية وانتقالها إن شاء الله قب 28 لدولة الإمارات الشقيقة، فيجب أن يسير المسار حوالين أن يكون في منهجية في العالم الاقتصاد الأخضر، أو أن يكون الطاقة النظيفة هي الوضع العادل. لأن حضراتكم تعلموا جيدا المتغيرات المناخية النهاردة أثرت على الإنسان، أثرت على الأوضاع الزراعية والأوضاع المناخية. وحتى وقتنا الراهن، حتى وإحنا بنتحدث النهاردة، في كثير من الدول في أوروبا وفي يعني أمريكا تأثرت كثيرا من الفيضانات أو الحروق أو ما شابه لذلك. فإن لم ينتبه العالم، وهذا حديث مصر دائما، إن لم ينتبه العالم لهذه الأمور للأسف سوف يكون من نتائجه الخسائر الاقتصادية والخسائر البشرية. علشان كده مصر دائما في كل المنتديات العالمية بتتحدث عن هذا الأمر، لما تحمله من الملف، من هذا الملف أمام قط العالم. نعم دكتور مصطفى، أيضا يعني أكد دكتور مصطفى مدبولي على إعلاء مبادئ القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وأيضا العمل الجماعي من أجل حل أو التوصل إلى حلول للنزاعات. بكل تأكيد، اسمحي لي، قمة البريكس دايما النهاردة فيها عدد من الأطراف للأسف متشابك مع أطراف أخرى، طبعا أشهرها روسيا مع أوكرانيا. وعلشان كده مصر بتقول أن يغلب حديث العقل، لازم يكون في مفاوضات. هذا على جانب. الجانب الآخر، البريكس النهاردة بتنعقد في أفريقيا، وعندنا مشاكل عدة، صراعات داخل القارة الإفريقية. علشان كده مصر بتناشد أن يكون تغلبة صوت العقل في إنهاء الصراعات، سواء بقى الصراعات الداخلية ما بين دول وبين بعضها، أو صراعات للأسف مثل الشقيقة السودان فيها بعض من المشاكل الداخلية. نعم. أمر داخلي بالنسبة لهم. فهذه الأمور لازم أن يغلب عليها صفة العمل الدبلوماسي والسياسي بتعاون وب يعني مساندة من الدول الكبيرة، مثل الصين لما سندت السعودية وإيران في إنهاء المشاحنات الخاصة به. نجحت الصين في هذا الأمر، فأتعشم أن يكون في من المساندة من الصين والهند وروسيا لإنهاء المشاحنات الخاصة بالقارة الإفريقية، وإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، حتى يعود السلام مرة أخرى وتعود الأمور الاقتصادية لما نشهده من ارتفاعات في التضخم للرجوع مرة ثانية للاستقرار الاقتصادي. نعم، أيضا تكثيف الجهود المشتركة ومن أهم محاورها لحل أزمة الغذاء وتبعاتها كانت من أهم المحاور المطروحة. جزيل الشكر دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي.